الدكتور الهواري ونصيحة الحكام علنا من أعلى المنابر. يقول الدكتور الهواري في خطبته التي كانت بمناسبة السيول والأمطار التي حصلت في بلادنا السودان، وهو ينصح حكومتنا من على المنبر: الوقفة الخامسة نذكر فيها من ولاه الله تعالى على هذه الأمة، نذكره بعظم المسؤولية عن هؤلاء الرعية. وقال أيضا في خطبته التي كانت عن المظاهرات في السودان في الدقيقة السادسة والوقفة الأولى من خطبته: الوقفة الأولى تذكير ومناشدة لولاة الأمور والحكام، تذكير ومناشدة لولاة الأمور والحكام، فقد دلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال في ذلك لأئمة المسلمين على أن نصح الأئمة والحكام أمر مطلوب في الشريعة، على أن يتوخى فيه الرفق والأدب مع أدب السلطان. إلى أن قال: وعليه فإن ننشد ولاة الأمور والحكام للرفق بشعوبهم ولإعادة النظر في أمور غلاء الأسعار. قال هذا بمناسبة المظاهرات التي كانت في السودان بسبب غلاء الأسعار، وهذا الكلام وإن كان ظاهره للجاهل أنه حق، إلا أنه في ميزان شرعنا باطل، فإن نصح الحاكم ولو بالحق لا يكون من المنابر، لأن هذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به. وقال قبلها: فلا يبدي له علانية، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي له. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: قيل: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمه فيما بيني وبينه. وفي رواية للبخاري: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلام ما يثير فتنة أو نحوها. وقال ابن حجر أيضا: قال المهلب: أراد من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة، لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله. فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة. ثم عرفهم أنه لا يداهن أحد ولو كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده. وقال ابن حجر وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. فالنصح لا يكون إلا سرا كما رشد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما استمعت من أقوال سلفنا الصالح. وأما استدلال الدكتور الهواري بحديث الدين النصيحة لأئمة المسلمين، فليس فيه طريقة النصيحة للحاكم، وإنما فيه أمر بنصح الحاكم. وحديث عياض بن غن فيه طريقة النصيحة، فالأول عام والثاني يخصصه كما هو معلوم، وقد بين علماؤنا ذلك، أي النصيحة لا تكون إلا سرا. قال العلامة الإمام العثيمين رحمه الله: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته،
التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، يريد الإصرار بالنصح ونحوه لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم، إلى أن قال: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداه.